تفضل يا عم نادر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ورحمه الله. متشكرين. اهلا وسهلا. ازيك يا عم نادر؟ عامل ايه؟ صح يا باشا. نورت الدنيا. ابتسام. ابتسام. ايوه يا عربي. ايوه عامل غلا ليه كده؟ نعم يا عربي. في ايه؟ عمك ناجي. مين عم ناجي؟ هو عم ناجي المقاول. عم ناجي جه. عم ناجي جه. ده ساعتك يا عم ناجي. اتفضل يا عم ناجي. اتفضل. ثانية واحدة اجيب لك حاجة تشربها عشان. شكرين. لا ارجوك ما ينفعش. اتفضل. احنا بيت كرم. انا اللي عم ناجي. اتفضل اتفضل يا فندم. مش لازم يعني. اقعد يا عم ناجي. استريح يا عم ناجي. ساعة واجي. اتفضل يا عم ناجي. شكرا يا سيدي. طب امسك خليتك دي. انا هحط الصينية هنا. اجيب كوبايتي للمرة. ازيك يا عم ناجي؟ عامل ايه؟ بشا بشا بشا. بص بقى يا عم ناجي، هو عامل لي هدية عيد ميلادي انه هيعمل لي نافورة. انا عايز اخد رأيك. هو عاوز يجيبها لي في السقف فتنزل المية كده على طول. لكن انا بقول له ايه بقى؟ تيجي من الجنب في الوش كده، البسبوس بتاع النافورة يروح ناطر المية على الباب. اي بسبس هنا. بالظبط. فاللي داخل في الصيف ينتعش كده وتبقى الدنيا تروى، واللي داخل في الشتاء برضه هتبقى المية سخنة علشان ما يبردش. ما ينفعش. تتوضى على طول بقى. عم ناجي. عم ناجي. عم ناجي. وانا عايز اعرف حضرتك يعني هتعملي النافورة في السقف؟ ايوه. ما هو ده الجديد. ازاي حضرتك ده النافوره دي بتبقى في الارض؟ خلي بالك يا عم ناجي، في حاجه مهمه جدا. في حاجه مهمه يا عربي. النافوره تعدي من فوق النجفه دي. انت عارف انا جايبها من الجاليري بالشيء الفلاني. لا احنا هنشيل النجفه. لا مش هنشيل النجفه. هنشيل النجفه. لا النجفه دي انا دافع فيها دم قلبي. تشيلها ازاي؟ سام الميه لازم. عربي نزل الميه كده على طول. لكن انا دايما عربي بيدلع البسبوس بتاع النافوره بيروح بيعمل لي الحاجات اللي انا عايزاها. فانا بالظبط بالظبط فريد اعمل النافوره نطه من فوق البتاع ده. حلاوتك يا ابتسام. انا اشرب يا عم ناجي. اشرب يا عم ناجي. اشرب يا عم ناجي. اشرب اهو. بس انا عايز اعرف يعني النافوره هنا ازاي؟ فكرناها بقى يا عم ناجي بقى. امال احنا جايبينك ليه يا عم ناجي؟ فكر يا عم ناجي على ما اروح واجي. المهم يا عربي انا مش عارف افكر ولا اعرف افكر في ايه. انا ما اقدرش اعرف. لا طبعا مرات حبيبتي الشيء الفلاني. احنا هنشيل يعني هنشيل. يا بيلي بص، ما انا قلت لك هات سقاله واخد بالك وارفعها من هنا وانزل كده مش عارف ايه. ازاي حضرتك السقاله تتحط دايما عربي بيبقى بس ممكن اقول مش اخلعني. الو. انا طقت في دماغي المره دي. اعمل دي غريبه. انا مره اشوف ناس. يا دكتور بيشتغلوا بالطريقه دي. انا سالم فاهم سالم. طب اهو بس انا عايز اعرف. فكرناها بقى يا عم. ده مجانين. يا دكتور بقول لك ايه؟ حضر فوق. بقول لك ايه؟ الراجل الصلاه على النبي شكله كده فيه كليه وفيه طحال وفيه فقرتين سلامه همت. وبعدين احنا حطينا له المنوم في العصير يعني هتيجي تلاقي الذبيحه ايه؟ هنشيل النجف. كله. ايوه يعني خد اللي انت عايزه منه. ايوه. هو لابس وكله بحساب. هو لا صحته كويسه الحمد لله. انا حطيت له منوم في قلب العصير. في قلب البيبسي. كويس يا استاذ. مين بينده؟ ايوه انا عايز بس كلمه لو سمحت. ثواني وداخلين. ايه؟ انا سمعت كل حاجه. ايه بقى؟ منوم ايه وحاطين ايه؟ قول لي انت. انت يا راجل بتتصنط علينا. انتوا بتعملوا ايه؟ انت بتتصنط علينا. انتوا عاملين ايه؟ سامعين عامل كلية وبتاع. انا حضرتكم بتصيبني. ايه يا ابني الكلب انت صايبني هنا؟ انتوا صايبني انا حضرتك في دهب. يا عم اهدى. منوم ايه؟ انتوا بتصيبوني. ده مشروب الطاقة. انت وقفت بالك. انا حضرتكم داهية. افهمه. انا حضرتكم داهية. مش هسيبكم. احنا هنفهمك. يا عم احنا هنفهمك. انتوا مش هتسيبكم. يا ادم انا مش هسيبكم. اه مش هسيبكم. ايه؟ هقول لسالتك. قلت له ايه؟ هو البني ادم بيعيش بكليتين وممكن يشرب ربع كليه. احنا محتاجين الكليه اللي بتاعتنا. انا فرط كليه يا عم. يا عم كده احنا مش هناخد قضيه. ابدا مش قضيه. ولا حاجه خالص. اوعى يا عم بقى. لا يا سهام. بقول لك ايه؟ قول لها تديك الدكتور بسرعه احنا مش فاضيين. الدكتور عندك؟ اديهولي. بقول لك ايه يا دكتور؟
الزبون جاهز. احنا مظبطين له حته 100 100، وهو شاب صغير مش كبير، عشان مش كل مره يقول ايه لا ده عجوز، لا ده الكليه تعبانه اهو. وعنده قرنيه عين بسم الله ما شاء الله، عينيه حلوه يعني ممكن لا بيبحلق بيها بحلقه، وعنده ودنتين حلوين. ايوه. وبعدين احنا ادينا له المنوم يعني خلاص، انت تيجي على دقه المدفع. يعني هو بيشرب دلوقتي يعني فاضل له قول مثلا دقيقتين ثلاثه وينام. عشان تتصرف فيه براحتك، ولو عايز الطحال خده بس كله بحسابه. وفي الكبد برده شكله كويس يعني، لانه عينيه مش صفر. ايوه ما ممكن ياخد منه تشكيله بقى زي ما هو كله بحسابه. لا بس لو خد انت يا استاذ كفايه ان احنا مجهزين له الطرق دي جوه. يا استاذه يا استاذ انت يا عم بتزعق ليه بره؟ تعالى هنا يا استاذ. انت انت عارف على الدخانه يا اخويا هو ايه اللي حضراتكم بتقولوه ده؟ ايه اللي احنا بنقوله؟ ايه اللي انت كنت بتقوله ده؟ هو ايه اللي احنا بنقوله؟ ايه؟ منوم ايه؟ منوم ايه؟ ايه اللي حضرتك كنت بتقوله ده؟ اضرب جوزي. اقعد هنا كده يخرب بيت احمر. تعالى هنا يخرب بيت احمر. انت بتتمرن انت اقعد هنا كده يخرب بيت احمر. دكتور بقول لك يا محسن، احنا جايبين لك قطعيه المره دي شكلها اجنبي، يعني هتلاقي الحاجات بتاعتها بالصلاه على النبي كده متكلفه، يعني الكليه تمام. شاب كده في العشرينات بسم الله ما شاء الله. ايوه يعني مخلص. كل حاجه فيه سليمه، عينين سليمه، ودان سليمه، بق يعني ممكن تاخد منه كل حاجه. خلي بالك هو دلوقتي شرب المشروب اللي فيه المنوم، يعني قدامه 5 دقايق وهيتظبط. يعني شفيه براحتك زي ما انت عايز. ماشي يا راجل انت. ايه؟ انت عرفت؟ بسرعه بقى احسن. هو دروخ دلوقتي. بتعمرك. انت يا راجل انت تعالى هنا. انت بتزعق ليه كده؟ انت ايه في الشارع ولا ايه؟ ايه ده؟ هو ايه اللي ايه ده؟ انا ايه اللي انا سمعته ده؟ ايه اللي انت انت بتتسلط علينا كمان يا راجل؟ يعني كمان مش عاجبك؟ بتتسلط علينا؟ دكتور اعضاء. لا 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 اتكلم مع مين اللي قال كده؟ دكتور اعضاء. يخرب بيتك. وانت تمسك جوزي وانت تمسك محسن. يا دكتور بقول لك ايه، احنا عندنا شاب كده في الخمستاشرات، يعني بص لسه بخيره. هو نعم لابس نظاره بس الجهرتين من جوه شغالين. بص هو والكلى والكلى بسم الله ما شاء الله، وهو اساسا شكله مبيض كده يعني ممكن تاخد منه. وبعدين احنا حاطين له المنوم دلوقتي بشربه بقاله بتاع 5 دقايق في اخر بقين، يعني يا دوب تلحق واحنا مجهزين لك الترول اللي جوه و100 فل و14. واحنا هنطول معاه في الكلام عقبال ما ينام. ايوه ماشي. ما تاخرش يا عم، ما تاخرش والنبي يا عم. يا عم المجنون يا عالم مجانين تعال يا عربي، ما تشوف المجنون اللي انت جايبه لنا بره ده يا عربي. تعال انت مجانين. ايه ده احنا اللي مجانين؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ منوم ايه؟ اللي يجي في بيت حد ويزعق منوم ايه اللي انتوا حاطينه لي؟ منوم ايه؟ منوم ايه يا راجل؟ منوم ايه؟ لا ده متخلف. منوم ايه ده؟ يا عم انت لما تهزر مع حد اعرف يعني، هزر مع حد تعرفه مش حد متعرفوش، وده اللي شفناه في اخر شقاوه.